ازاي بتعرفي لو الولد بيلعب بيكي ولا لا؟ يعني بيبان من المبررات اللي بتحصل بدون داعي، يعني بيكذب في حاجه معينه، بيلف بيكي في الكلام، تبصي هتلاقي مواقف كتير هتبين لك. لا مش هعرف عادي، هيضحك عليا، مش عادي مش هتفرق. اه طالما مصري يبقى بيحور، يعني ما يجيبه منين؟ بس انا الحمد لله خطيبي ما حورش عليا، خطبني في الاخر. ممكن يتهرب، ما يردش. قلبي بيقول لي ان هو بيكذب عليا. بيكذب، ما بيردش، بيحاول يتهرب. يعني بيقول الكلام وبيعيده تاني، فالمره الاولانيه بيقوله غير المره التانيه. تعرفي ان هو كذاب؟ اه المره التانيه ما انت قلت قبل كده، كنت تعرفي على طول ان هو كذاب.